لما بيكون انسان بيسرق ومحدش قال له اتقي الله غير الشخص اللي رايح يسرق ويلاقي حاجه تفكره بربنا، فتخيل بقى لما تكون حاجه معموله لله ويسرقها. كل دير حاجه واحد دخل يصلي، يعني انت رايح تسرقه عند المسجد. تعالوا نتفرج ونعلق مع بعض عشان الفيديو ما يطولش. بص حضرتك، ده كل دير في الشارع، واحد عامله صدقه جاريه، الدنيا حر، فجاب كل دير ميه، لا وشرب منه هو، يعني قال لك انا ادي له حسنات فناخده كله هحطه في بيتي وعيالي يشربوا منه صدقه جاريه لصاحب البتاع. ممكن تكون دي نيته يعني، عادي. في ناس كتير على فكره حرامي، حرامي يعني، مهما راح مهما جه وحرامي قاعد في التوك توك يعني بيسترزق، يعني معاك توك توك بتسترزق، بتاكل عيش ماشي على هوا زي ما بيقولوا، يعني ماشي على هوا. شال الكول دير حطه ورا فك. ده تاني كولدير، كولدير تاني برضو، دي حالات كولديرات النهاردة. ده سواء كارو ولا كرة ولا عربية، وبيلم خردة او بيلم ورق، اللي هو بيلم، مش بيلم زبالة، لا بيلم اللي هو الورق ويبيعه. فده كولدير صدقة جارية. سقيا الماء يا جماعة، لا واحلى حاجه انه بيخش يشرب منه، يعني ايه احنا بنديك صدقه جاريه اهوت بنشرب وتاخد حسنات، لا انا هاخدك عندي في البيت، تعالى هاخدك عندي في البيت، اذا ما سرقوش ومشي هيرجع له تاني. بيرسم يعني، بيعمل، لازم يعمل في الحرامي، لازم يلف لفه كده يعني، يحسس الناس ان هو كده يعني. شرب منه، لا ميته حلوه، فقال لك لا انا مش هسيبك، انا هاخدك عندي البيت، انا مش هسيبك. ده واحد عمل صدقه جاريه، لا واحد معدي، لا واحد ماشي رايح الحته الفلانيه اللي ترك، اركب اركب، عمل لله سبحان الله. في نفس المشهد، في نفس المشهد هيرجع بتاع الكار ويسرق ال، هو يا جماعه العيب في صاحب الكولدير. حلو، ما ربطوش ليه؟ ما ربطوش، بيقول لك لو كان فينا خير ما كانوش ربطوا الكوبايه في الكولدير. ده لو كان فينا خير، انا بقول لك لو كان فينا خير كان لازم تربط الكولدير كله يعني. بص بقى محترم، ده واحد سواق توك توك، شوف الفرق ما بين الاثنين. سواق توك توك الاولاني ده دخل يصلي، ده مسجد على فكره يعني، وسواق التوك توك اللي جه ورا ده هو وابنه، او هو وحد الولد ده، في واحد تاني راكب في التوك توك، خد بالك منه. هو جاي وعارف ان في التوك توك في حاجه تتسرق، كل توك توك على فكره بيبقى تحت الكرسي، انا بعلمكم بس واحد يعملها، تحت الكرسي بيبقى فرده الاستبن وجيركن الزيت او جيركن بنزين اضافي يعني، حاجه لو فصل منه بتاع. ده جاي قدام المسجد والتوك توك يبص في شمال ويمين وبتاع كده، هيعمل التاني عامل نفسه بيصلح حاجه، اللي هو بيسوق رجليه باينه، وده بيبص يطلع على الناس وعمل نفسه بيخلع الجزمة، ودخل يبص كده صاحب التوك توك فين، راح يكلم ابوه بيعمل نفسه الفردة انها نايمة وبتاع، قدام قدام بيت ربنا، قدام بيت ربنا وبيعملوا كده. ده قام لافف عمال ينمر من بعيد، عمر الفقر. في ناس في فيديو فات كنت عامل موضوع سرقه برضو زي كده، واحد بيقول لي الفقر اللي بيخليه يعمل كده، لو مات من الفقر ارحم له من انه يعمل كده، مع انه ما حدش ما عمري شفت حد مات من الفقر، قدره جه مات خلاص كده خالص يعني، رزقك هيجي لك بس انت اللي بتختاره، يا تاخده من حلال يا تاخده من حرام. لكن يعني انا زي ما قلت لك في الاول، اهو شوف الولد رفع الكرسي، الشلته بتاع الكرسي، وخد
جركن الزيت وفردة الاستبن. لا واخد الفوطة يا, يا, يا بارد, واخد الفوطة بتاع مسح التوك توك ومشي. ساب الكرسي على فكرة مرفوع, يعني الرجل اول ما هيطلع من المسجد هيعرف ان في حد سرق. لكن الحرامي مش معقول هصدم الراجل اول ما يطلع من المسجد, لا مش هصدمه, لا انا هرجع انزل الكرسي تاني عشان يمشي على عماه كده لحد ما بكرة بعده في اي يوم يفتكر الاستبن يبص ما يلاقهوش. قفلت ياضي الشالتة, قالوا لا هوبا, طب ارجع يا ابن اللذين اقفلها عشان الراجل طلع من المسجد لا يحلف بعد كده ما يصلي. نزل الكرسي وخد بعضه مش متشكرين. اللي بعده فكرني بحاجة حلوة كده بقول لكم بعدين. واحد كان داخل يسرق بيت ودخل لقى المطبخ فيه مواعين وسخ, وكاتب وحد كاتب ورقة جوزها, يعني كاتب لو جيت لقيت المواعين وسخة هيحصل لكذا كذا, فصعب عليه سرق وقبل ما يمشي غسل لها المواعين. ده برضو الفجريات كده في النهار مشقشق راح يجيب التوك توك يكشف بالراحة كده وبهدوء كده. كاميرات المراقبة دي على فكرة بالنسبة للحرامية نقمة. أفتح لنا. والناس دي على فكرة مفضوحة, دي ربنا ما سطرهاش, يعني ما تفكرش ان ربنا يقول لك اللي سطروا ربنا ما تفضحوش. هو لو ربنا سطروا ما كانش اتصور, ما كانش واحد نزله على الانترنت وفضحه عشان الناس تحذر منه. عشان برضو زي ما انت هتتسأل على الحاجة اللي سرقتها, صاحب التوك توك هيتسأل ان هو ما امنوش, واخد بالك؟ يعني مش ده بس هيتسأل لوحده, لا انت اللي عندك فلوس في بيتك هتتسأل عليها ليه حاططها في مكان سهل السرقة, ليه ما امنتوش؟ يعني انا ربنا رزقك بحاجة امنها, هو انت تسيبها في الشارع وتقول ربنا يحميها؟ لا, اعقلها وتوكل. اعقلها يعني اربطها, وتوكل يعني امنها وتوكل على الله, واخد بالك؟ المهم اخر مشهد ده بقى, ده بتاع سيدة واحد سرق منها شنطتها يعني, بس طبعا المشهد مش هينفع نعرضه يعني سامحوني, يعني هو انا هجيب لكم الصورة بتاعته بس عشان هي وقعت على وشها, ربنا ينتقم منهم يا رب. يعني انا مش صعبان على الحاجة اللي اتسرقت خلاص عند الله, ولكن صعبان عليا النتشة بتاعتها وصلي على رسولك يا إلهي وعترته وصحبه ما ذكرته.